بدء العد التنازلي لتفعيل القرار الخاص في ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر للوافد مع مطلع العام الجديد. عقد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرف اجتماعا موسعا ضم عددا من المسؤولين المعنيين في وزارة الداخلية. أكد اللواء معرفي على أهمية التنسيق والمتابعة بين الإدارات المعنية لتفعيل ذلك القرار بصورة متميزة شكلا ومضمونا، مشيرا بذلك لأن التنسيق مع السفارات يتم على أعلى مستوى عملا على راحة الوافدين. وأضاف معرفي أن تطبيق قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر سيحد من تلاعب الكفيل في تحصيل المخالفات وتنظيم قانون الإقامات. ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية. عميد عادل، أيام تفصلنا عن تفعيل هذا القرار المهم كما ذكرت في الخبر، ما هي أهم النقاط التي دارت اجتماع اليوم؟ نعم، أنا بداية مسي عليكم بالخير وشاكر لكم هذا التواصل من خلال نشرة الأخبارية. بداية هذا القرار عمل الحقيقة حملة إعلامية متكاملة. هذه الحملة الإعلامية يمكن كانت لها أكثر من طريق وأكثر من وسيلة واتجاه. الاتجاه الأول كان عن طريق الإذاعة والتلفزيون والصحافة، الجانب الآخر وسائل التواصل الاجتماعي، والأخير اللي هو التخاطب مع كل السفارات المعنية بحيث أن كل اللقاط توجهت هذه التعليمات الخاصة بوزارة الداخلية بالتعليمات الجديدة إلى السفارات بحيث أن اللقاط كلها تكون متداولة ومعرفة تامة بكل تفاصيل. فحوى هذا الموضوع ودار في الاجتماع يكمن في الآتي، بأن من 1/1 أخوي مطر وصاعدا راح يكون هناك ارتباط بمدة صلاحية الجواز مع الإقامة. بمعنى كان في السابق لما أي كفيل يتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة ويعمل الإقامة كنا ما نكترث في موضوع مدة الإقامة مع صلاحية الجواز، يعني أحيانا قد تكون صلاحية الجواز فيها سنة وأنت تعمل إقامة لمدة 2 أو 3 أو 4 أو 5، وبالتالي تنتهي الجواز تسقط الإقامة ويقع في المخالفة بالنسبة لصاحب الجواز، ومن ثم الكفيل يتحمل كل تبعيات الإجراءات القانونية في هذا الموضوع. الآن تغير هذا المنوال وأصبح بأن الإقامة توضع لك من 1/1 مع صلاحية الجواز. إذا كان صلاحية الجواز أقل من سنة لا يمكن بأي حال من الأحوال نضع لك الإقامة إلا بعد ما تروح تتجه إلى سفارة بلدك وتجدد الجواز، ومن ثم نعطيك الإقامة بما يتناسب مع صلاحية الجواز. هذا الموضوع راح يعفينا أخوي مطر من جانبين أساسيين. الجانب الأول حتى لا يقع في المخالفات مثل ما وضحت قبل شوية، ومن ثم المسائل القانونية ودفع غرامات وجزاءات مالية وهو في غنى عنها. الجانب الثاني وهو الأهم، بأن أنت عارف التفعيل القانوني اللي حصل العام اللي فات من وزارة الداخلية، وأصبح عملية لما الجواز ينتهي وتروح تلقائيا أنت مباشرة حق سفارة بلدك وتنقل إقامات من جواز إلى جواز، تقع في النهاية شنو؟ تقع في النهاية في المحظور، وبالتالي تقع في عملية الجزاءات والغرامات. الآن تلاشينا في هذا المواضيع كلها بالكامل، ومن ثم إذا كانت هناك صلاحية للجواز أكثر من سنة احنا مستعدين نعطيك الإقامة، أقل من سنة روح جدد جوازك وتعال وبالتالي نعطيك هذه الإقامة. ومن ثم يصير هناك عندنا بالحاسب الآلي بالجوازات الإقامة وصلاحية الجواز مرتبطة بعضها مع بعض، لا يمكن في حالة تجديد الجواز عن طريق السفارات بأن تقع أنت أيضا في جزاءات أو في مخالفة قانونية نتيجة عدم نقل البيانات عند شؤون الإقامة. تحصل أي كانت في قضية السفر، أيضا السفر إذا كانت عاملة المنزل أو سائق يعني يصطحب من قبل الكفيل وبالتالي يجب عليه أن ينقل البيانات، هذا أنت تلافيته الآن بشكل جذري. لكن السؤال كما بدأت في المقدمة عميد عادل، هل هذه الحملة التي ذكرتها أنت الآن لامست قناعات الناس؟ هل بدا الرأي العام واضح وجلي له هذا الأمر، ومن خلال أيضا الإعلام الرسمي الآن الذي نحن ومعك الآن نوضح الصورة للمشاهدين وأيضا للمقيمين على حد سواء؟ نعم أخوي مطر، مثل ما قلت لك الحملة الإعلامية اللي احنا قمنا فيها كانت صداها الحقيقة على مدى أشهر،
يمكن أقوى اتجاه احنا اتجهنا فيه هو السفارات الدول المعنية، سواء كانت آسيوية عربية أوروبية، كل السفارات بلا استثناء. وزودناها بتعليمات وبروشورات وكتيبات، وأصبحت متداولة هذه التعليمات بالنسبة لرعاياها. وأصبح كل من يراجع هذه السفارات أدرك تماما شنو هي الإجراءات اللي راح تقوم بها وزارة الداخلية، بحكم أنهم لهم اتصال مباشر مع الرعايا دولهم، ثم تكون التعليمات واضحة من قبلهم. الجانب الثاني هنا يعني الجانب آخر مهم، وهو الكفيل. الكفيل في السابق قد يتحكم بالمكفول، وهو عن طريق بأن يضع إقامة أقل من صلاحية الجواز أو بعد صلاحية الجواز، ومن ثم يخلي اللي هو صاحب الجواز اللي هو المكفول هو يدفع كل ما هو يترتب على موضوع الجزاءات المالية. الآن هنا تلاشينا مثل هذه الناحية وانقضت كل هذه الأمور، وأصبحت الآن هناك تلازم دائم ما بين الإقامة وصلاحية الجواز. يعني عشان أوضح النقطة أكثر الخبر، يعني أنا لما أقول لك أن لابد يكون أكثر من سنة، معناته أنه مو شرط أن تكون إقامة بس فقط سنة. يعني إذا كان صلاحية الجواز على فكرة 4 سنوات 5 سنوات، تبي تطلع له إقامة لمدة سنة ما في معنى. نعم، شاكل لك عميد عادل، وصلت الفكرة. أنا شاكل لك ولتوضيحك والإجراءات اللي قامت بها وزارة الداخلية والمعنيين على تطبيق هذا القرار الذي يعني يفك جميع إن شاء الله ودراية في هذا الموضوع، إن شاء الله يكون لهم معنا. نعم، شكرا عميد عادل الحشاش، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وعلى اتصالك المستمر دائما معنا في تلفزيون دولة الكويت. شكرا عميد عادل.